This video is freeware, so you can use it as you wish. الشرعي كان من بين 300 متظاهر اعتقلتهم قوات الأمن السورية بعدما نصبت لهم كمينا أثناء سيرهم نحو درعا لفك الحصار عنها. يعني مجهزين الوضع انه عاملين كمين لل بس وصلت المظاهرة لفك الحصار، يعني وصل لبداية أول مساكن صيدا بلش الإطلاق النار. إطلاق النار يعني كأنه إحنا بجبهة والمظاهرين سلميين، يعني عم بيهتفوا سلمية سلمية يعني، وطالعين يعني وشايلين أغصان زيتون. طبعا ابني تامر من بين الموجودين. تامر حمل بيده الخبزة وعاد جثة مقطعة الأوصال. ما بتعرفي شلون شو الحق شو عاملين بي ولا جسم لا كاني مش شو اللي بشروق على الكهرباء لا جسم وين ابني وين وما مخلينا شيء ايدي ارسل بلا تجري عرفت من ايدين العريضات صورت ايدي مثل ايدين ابوه. جبنا اللجنه الثلاثيه للموجودات اللي ذكرناها تقريبا يا 9 رصاصات يا 11 رصاصه، هذا التقرير الطبي معي وبثبت الاشي هذا، يعني لجنه ثلاثيه ومختوم من وزارة الصحة موثق. هاي مضروب بالدريل هون، وهون في فتحة هون هيك، وفي هون أسنانه، في يد اليمنى هون رصاصة، في هون دريل مع كسر الإيد، في بالإجر هاي رصاصتين مع كسر الإجر، الفخذ الأيمن 3 رصاصات. بالنسبة لوالد تامر فإن المطلوب الأول في هذه الجريمة هو من أمر بقتل ابنه والثاني من نفذ الأمر، وهذه إفادتي طبعا اللي أعطى أمر بإطلاق النار اللي هو بشار الأسد وأني بدعي عليه شخصيا. تامر الشرعي وهاجر الخطيب وحمزة الخطيب وغيرهم كثيرون تجاوز عددهم 120 طفلا، فقئت أعينهم قبل أن يروا الحلم وحرموا من مستقبل دفعوا أجسادهم الغضة ثمنا لحريته وكرامته. علم طيرة، العربية.